واحد في عصر عمر بن الخطاب رضي الله عنه، انه جاه هو انت يا الرجال ذا، هو ولده راح ينصب عمر. فقال عمر، تعجب عمر من شبه الولد في ابوه، يقول نسخه منه. قال يعني ما شد شبهك يعني في ولدك؟ قال ليتك عاد تدري بسالفه الولد ذا يا عمر. قال وش هو؟ قال اني رحت من امه وهي حامل، واني يعني جت حزنت المال، قالت تروح تخليني وانا حامل وتقولهم مرته. يقول حطيت يدي على بطنها وقلت استودعتها الله الذي لا تضيع ودائعه. يقول ومشيت. يقول يوم خليت لي وقت، ما ادري عاد هو رايح لجهاد او رايح لسفر، لكنه يوم عود وجاء قال واحسن الله حزاك في امرتك انها ماتت. ولكن ترى فيه حاجة صارت عقب ما مات. قال وشي؟ قال كل يوم يظهر من القبر دخان. وشي قالت امرتك وش عملها؟ قال والله انها يعني من اقوى من النساء في الطاعه، وانها راعية الدين وراعية صلاه وراعية. يقول في الامر علي، يقول فاروح، يقول حفر القبر، يقول يوم حفرت قبرها يقول لذا الولد، يقول جالس بوزانها، يقول له ها شاب الله وش مسوي؟ ترى ولدك اللي تكون في الغار ويرضع من امه. هذه عاد السالفه ذي تراها اكد من سالفتك. يقول له فيه منادي ينادي من القبر، قال يا من استودعت الله امانتك استلم الامانه. يقول وخذيته وهذا ولدي. هذه سالفه على عصر الخلفاء الراشدين وصحيحه. قال ميدو عمر بن الخطاب يعني والله لو انك استودعت الله امه معه ان تعينها مثل ما حية ان تعين، الا لو انك استودعت امه ما ماتت يعني. ايه تعينها حية. اي سلامتك يا ابو والله تسلم. والله انا